باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل اليوم عن طبعا أشهر معجزة أو المعجزة الوحيدة التي ذكرت في الأناجيل الأربعة، معجزة إشباع 5000 من 5 أرغفة وسمكتين. ودي المعجزة الوحيدة اللي ذكرت في الأناجيل الأربعة، وإن كان القديس يوحنا ذكرها بتفاصيل يعني أدق شوية، لأنه ذكر إنه الغفة كانت من الشعير، وذكر إنه القديس فيلبس قال إيه والقديس أندراوس قال إيه، فذكر بعض التفاصيل الدقيقة التي لم تذكر في باقي الأناجيل. والنهاردة عاوزين نتكلم عن الطعام، هل الطعام خطية؟ وأول سبب سقوط الإنسان هو انه لم ينفذ الوصيه، والوصيه كانت بتقول امتنع عن اكله معينه. صحيح مش الاكل هو السبب المباشر، هو السبب الاساسي انه الانسان كان تكبر، قال لك طب ليه ما بقاش زي ربنا؟ الحيه لما جت خلعت حواء قالت لها ربنا قال لكم كده علشان ما تاكلوش من الشجره دي علشان ما تبقوش زيه، لكن لو انتوا كلتوا هتبقوا تصيروا مثل الله. فالفكرة او الاختبار الاول او سبب السقوط الاول هو الذات او الكبرياء، ثم كان سبب تاني هي الشهوة. لما دخل اقتنعت حواء بفكرة الكبرياء بدأت تدخل جواها، نظرت للشجرة فلقيتها بهجة للعيون وشهية للأكل. لكن السبب الأساسي في الأول هو الكبرياء، والسبب الثاني شهوة الطعام. فعشان كده عاوزين نقول إنه الإنسان سبب سقوطه أو السبب الثاني لسقوطه هو شهوة الطعام. ولذلك ما نستغربش إنه لقى السيد المسيح أول قبل ما يبدأ خدمته صام 40 يوم و40 ليلة قبل ما يبدأ الخدمة بتاعته. وكأنه إن ربنا بيقول زي ما أنت سبب سقوط البشرية هو الأكل، وسبب برضو خلاص البشرية هو هيبقى الأكل، لأن هو ادانا جسده ودمه إن احنا ناخده. ونلاحظ إنه في 3 صاموا 40 يوم و40 ليلة، موسى النبي، إيليا النبي، والسيد المسيح، والثلاثة دول اللي ظهروا في حادثة التجلي. هنا عاوزين نجاوب على السؤال، متى يكون الطعام خطية؟ الطعام يكون خطية في 3 أسباب. أول حاجة إنه يكون الطعام شهوة، في الحالة دي أصبح الطعام خطية، يبقى أنا بشتهي أكل معين، عاوز أكلة معينة، وبسبب هذه الشهوة سقط واحد زي عيسو، فقد البكورية. هو فقد البكورية وبعدين فقد البركة. البكورية دي كان داخل بيصطاد وما اصطادش حاجة، فدخل لقى أخوه يعقوب بياكل في طبق عدس، فقال له أعطيني من هذا الأحمر، كان أحمر العدس ده، فقال له طب اديني البكورية. ما كانش بالنسبة لعيسو البكورية تساوي شيء، يعني المعاني الروحية ما كانتش تساوي بالنسبة له حاجة، لا الأكل أهم. إيه يعني؟ فساب له البكورية واستغنى عنها في سبيل طبق عدس أحمر. فده المشكلة، إنه الطعام يصبح شهوة. في الحالة دي أصبح الطعام ممكن يكون سبب للخطية. حادثة تانية نشوفها في العهد القديم عن موضوع الطعام والشهوة هو حادثة أكل اللحم في بني إسرائيل. كانوا بيأكلوا المن، والمن كان بيسقط في مع بزوغ الباكر في الندى، لأنه الشمس لو طلعت يدوب، فكان بيسقط في والجو لسه بارد، ويلتقطوه أو ياخدوه هو الدنيا لسه الدنيا باردة لسه، لو الشمس طلعت زي كده تدوب المن. قعدوا ياكلوا المن ياكلوا المن، زهقوا، قالوا طيب فين لما كنا بنقعد عند خضور اللحم في مصر؟
يقول كده الكتاب في سفر العدد صح 11: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقصاء والبطيخ والكرات والبصر والثوم. فكان الأكل هنا، شهوة الأكل، سبب بعد كده في عقاب الله ليهم. وأرسل لهم الله السلوى اللي هو طائر السمان بأعداد ضخمة، فكلهم كلوا، وهم بيأكلوا غضب الله وقع عليهم. يقول الكتاب: وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا، فدعي اسم ذلك الموضع قبورات التقوى، يعني قبور الشهوة، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. يبقى أول سبب في أن الطعام يكون شيء غلط هو الشهوة، وبسبب هذه الشهوة فقد عيسو بكوريته، وبسبب هذه الشهوة سخط الله على بني إسرائيل لأنهم تذمروا عليه. قال لهم: كرهت أو سئمت أنفسنا هذا الطعام البغيض اللي احنا كنا بنأكله كل شوية، ده انتوا 2 مليون واحد وربنا بيبعت لكم أكل كل يوم، مش عجبنا، عاوزين نغير. ما نفتكرش انه دي حادثة وحصلت مع بني إسرائيل، دي بتحصل معانا كتير. كل ما واحد يتذمر على الأكل يعرف ان هو بيكرر نفس هذه الخطية. الحاجة الثانية أو السبب الثاني ان يكون الطعام خطية، الطعام والعصرة. ده يعني ايه؟ يعني ايه واحد يعصر الآخر؟ يعني واحد بيعمل فعل والفعل ده بدون قصد بيسبب خطية لشخص تاني. يعني مثلا ممكن واحد، وده من حقه، يكون بياكل أكلة يعني غالية قوي، وحواليه بعض الأفراد اللي طبعا فقراء مش لاقيين الأكل ده، فيبصوا ويبصوا للرجل اللي بياكل ده ويبدأوا يزعلوا ويبدأوا يتذمروا ويبدأوا يحسدوا. دي كلها أخطاء حصلت نتيجة إنه في شخص كل أكلة معينة أو عمل فعل معين. زي مثلا كمثال حد أو شخصية لبست لبس صعب شوي، طبعا كل اللي بيشوف اللبس اللي بيدين واللي بيشتهي فدي يبقى سبب، نسمي ده سبب عصرة، إنه الشخصية دي عملت عصرة للآخرين. لو مثلا كاهن أو شماس أو خادم معروف وبعدين شتم أو اتعصب أو عمل أي موقف سلبي، فالكل اللي يعرفوه يقول لك: بصوا الرجل اللي في الكنيسة عمل إيه، بصوا إيش الخادم عمل إيه. فالناس تتضايق وتتشكك، فده يسميه إيه؟ عصرة. فده القضية الطعام والعصرة دي حصلت في موقفين في العهد الجديد. الموقف الأول لما كانت الناس بتتناول، هم كانوا ازاي بيتناولوا زمان أيام الكنيسة الأولى؟ كانوا ييجوا يتناولوا، وبعد ما يتناولوا ياكلوا، طبيعي زي ما بنعمل على كده فكرة دلوقتي. احنا بنيجي بعد ما بنخلص القداس نوزع لقمة بركة، دي كانت بديل للأكل اللي الناس بتاكله. لكن لحد مثلا نهاية القرن، بدايات القرن العشرين، كان الشيء الطبيعي في الكنائس ان الناس تيجي يوم الحد تتناول، وفي كنائس القرى يعملوا لهم اكل، يقعدوا ياكلوا مع بعض. ومن هنا نعرف الحادثه اللي حصلت للانبا ابرقام لما قعد في مره بعد يوم الحد وكل، وكانوا محضرين سمك، فبص لقى انه السمك اللي بيتقدم ليه وللبشوات والبهوات غير السمك اللي بيتقدم للناس الفقراء، ده درجة وده درجة تاني. فخد السمك كله حطه على بعضه وقال للطباخ قدم، مفيش حاجة اسمها ده الحاجة وده الحاجة تاني. ده يثبت انه كان في حاجة اسمها اكل بعد الايه؟ بعد التناول، خصوصا انه كانت معظم الكنايس في الوقت ده القداس الوحيد اللي بتصليه هو قداس يوم الحد. فاذا ايه اللي كان بيحصل بقى في ايام بولس الرسول؟ طبعا الناس المقتدرين يجيبوا اكل فاخر، والناس البسيطة جايبين معاهم أكل على قد حالهم. فكان يحصل إيه؟ الناس الفقيرة تتضايق على حالها وتحسد الآخرين، يبقى عملت لهم إيه؟ سببت لهم إيه؟ خطية، دي اسمها عصرة.
عشان كده قال القديس بولس الرسول: فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. يعني إيه؟ يعني كل واحد جايب عشاء معاه من البيت يتناول وبعدين يأكل. في واحد يعني مش لاقي يأكل خلاص فمش جايب حاجة، وفي واحد ما شاء الله جايب أطعمة فاخرة وكمان جايب معاه عصير عنب كتير فيأكل ويسكر كمان، يعني يبقى بيعمل خطية. يبقى هنا ده الطعام الذي يتسبب خطية للآخر، عشان كده قال: لذلك إن كان طعام يعسر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لألا أعسر أخي. وعشان كده قال القديس بولس الرسول. يبقى دي أول قضية، قضية الطعام اللي كان بيتاكل بعد التناول وكان بيسبب عسرة. القضية الثانية اللي كانت الطعام عامل فيها مشكلة اللي هي الطعام والعسر، احنا بنتكلم عن الطعام والعسر، انه كان في جزارين ايام الكنيسة الاولى بيبيعوا لحمة. بعض انواع اللحوم دي كانت بتذبح على اسم اوثان، يعني واحد يقول لك انا نادر الخروف ده علشان الاله ابولون او الاله ايزيس او الاله مش عارف مين، ويذبح وبعدين يودي معظم الذبيحة للجزارة اللي سموها الملحمة. طيب والواحد اللي دخل يشتري عارف دي لحمة تبع ايه؟ لا، مش هيعرف يفرق، الله اعلم. طب في مشكلة تاني، كانوا زمان يعملوا ولائم. يعني ايه ولائم؟ يجي واحد غني يعزم عدد كبير من الناس ويقول لهم تعالوا كلوا اتغدوا معايا، تعالوا تعشوا معايا. طبعا بيتقدم انواع من اللحم، بعض اللحوم دي كانت بتبقى ذبحت على اسم اوثان، يعني تقدمت الذبايح على اسم وثن. طيب ناكل ولا ما ناكلش؟ بقت مشكلة. وبعدين بعض الناس قالت ما هو احنا عارفين انه ما فيش اوثان اساسا، دي اختراعات الناس عملتها، ما فيهاش حاجة ان انا اكل، ايه يعني؟ والبعض الثاني، فالقديس بولس الرسول قال ايه؟ انت عندك ضمير قوي او عندك تفكير قوي، مش عارف انه ما فيش آلهة في العالم الا الاله الوحيد الحقيقي، ما فيش اوثان، لكن اخوك البسيط في تفكيره مش هيتعب من جواه لو لقاك انت بتاكل لحم على اسم وثن؟ هيتعب، هيعصر، هيتضايق، هيتشكك، يبقى بلاش تاكل. عشان كده قال: ان كان اكل اللحم يعصر اخي فلن اكل لحما الى الابد لئلا اعصر اخي. وعشان كده قال: وهكذا ولكن الطعام لا يقدمنا الى الله، لاننا ان اكلنا لا نزيد وان لم ناكل لا ننقص. وهكذا استخطئون الى الاخوه، اللي هم الاخوه اللي هم الناس البسيطه يعني، وتجرحون ضميرهم الضعيف، يعني تضايقوهم من جواهم، يحصل شك، يحصل ضيق، يحصل قلق، ايمان يضعف، تخطئون الى المسيح. يبقى احنا عندنا اول قضيه اسمها الطعام والشهوه، والقضيه الثانيه اسمها الطعام وايه؟ والعصره. ما يدخلش واحد مكان بسيط وياكل قدامهم يعني اكل يعني فاخر، طبعا هيعصروا يعني هيتعبوا. كان في ملاحظه احب اقولها لكم بمناسبه العصره، كان عندنا هنا شخص فاضل جدا، كان امين خدمه كبير وكان ليه مركز مرموق. لما كان يجي ينزل افتقاد لاخوه الرب دايما يختار لبس بسيط جدا ينزل بيه، رغم ان هو معاه بدل ومعاه عربيه ومعاه يعني حالته حلوه. فدايما ملاحظة لما يجي ينزل لناس بسيطة ما ينزلش بالبدلة والكرافتة، ينزل بلبس بسيط عشان يحس انه هو واحد منهم، وعشان ما فيش حد منهم يحس بانه البيه جاي، فيكسر الحاجز اللي ما بينه وما بينهم. ولما يجي يكلمهم يكلمهم بطريقتهم باسلوبهم البسيط، مش يتفلسف عليهم. ده حاجة تبع العصرة. الحاجة الثالثة والأخيرة الطعام والضرر. يبقى إذا أكلت طعام بشهوة يبقى في خطية، وإذا كان الطعام بيسبب عسرة يبقى أصبح الطعام خطية.
ايضا ما كلش طعام يسبب ضرر لجسمي، ما يبقاش انا عندي السكر وممنوع عني انواع معينه واكل، ده غلط. ما يكونش عندي وزن زياده واكل براحتي، جسمي وزنه ربنا ادهاني ائتمني عليها ان انا احافظ عليه. عشان كده القديس بولس الرسول يقول فانه لم يبغض احد جسده قط بل يقوت ويربيه كما الرب ايضا للكنيسه. فالانسان جسمه ده وزنه، جسده وزنه، يحافظ عليها، ما ياكلش حاجه تسبب لها ضرر. وعلشان كده مثلا القديس بولس الرسول قال للقديس تيموساوس لا تكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خمرا قليلا قليلا من اجل معدتك واسقامك الكثيره. ما كانوش يعرفوا ادويه في الوقت ده، فهو كان عنده مشكله في المعده، وكان في الوقت ده احد العلاجات ان هم ياخدوا ايه؟ خمر قليل. عشان كده قال له قليل ليه؟ دواء. فعشان كده مش هتشربه علشان يعني تبقى متلذذ بيه، لا، انت هتشربه علشان معدتك، علشان جسدك، وجسدك ده وزن المفروض تحافظ ايه عليها. يبقى الطعام خطيه في ثلاث حالات: الطعام والشهوه زي ما شفنا ادم وحواء سقطوا بسبب اكله، وعيسو فقد البكوريه بسبب اكله، وبني اسرائيل غضب الله عليهم واعطاهم عقاب بسبب اكل. خدنا الطعام والعصره وازاي الانسان ما ياكلش شيء يسبب خطيه او يسبب حسد او يسبب تشكك للاخرين، وشفنا القضيه بتاعه الناس اللي كانت بتتناول وبعد ما تتناول تاكل مع بعضها، وده ياكل اكل غالي وده ياكل اكل رخيص او ما ياكلش خالص، وشفنا قضيه الانسان اللي ياكل لحمه وازاي اللحمه دي كانت ممكن تكون مذبوحه للاوثان فاكل ولا ما اكلش. النقطة الثانية الطعام المضر للجسد، ما كلش حاجة تضر جسدي. أخيرا عاوزين نتناول طعامنا بالشكر بلا تذمر، لأنه السعادة مش في نوع الطعام بل في النعمة اللي ربنا بيحطها. ناس كتير قوي في الصيام وهي في الفطار تقول أنا كنت إزاي صايمة، مش بس صايم ومبسوط جدا بالأكل اللي باكله، عشان ربنا بيدي نعمة. الموضوع مش موضوع انا باكل ايه، الموضوع موضوع النعمة موجودة معايا ولا لا. عشان كده الكتاب يقول لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام، ويقول أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من صور معلوف ومعه بغضة. المهم يكون في نعمة، في سلام جوايا، في رضا، في حالة محبة بيني وبين الآخرين، ساعتها مش هيفرق نوع الأكل إيه، المهم أنا حالتي من جوايا إيه. ربنا يبارك في حياتكم، لكم بالنعمة، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. اليوم يوافق الذكرى السنة